نحن قاعدين في مجلس الوزراء، جاء أحد الوزراء وهذا الوزير قال يا بقى أنا صار عندي مشكلة ومشكلة كبيرة، لأنه نحن الوزارة السابقة كان عقد سابق، وهذا العقد السابق دفع مبلغ 20% مقدما، وهذه 20% المقدما هذه ما تم عليها شو اسمه ما أخذوها المقاولين، يجب أن يأخذوها المقاولين. وبالنهاية نحن الآن والمقاولين اشتغلوا فترة من الوقت ما عندهم فلوس. هذا الحكي باجتماع مجلس الوزراء. باجتماع مجلس الوزراء والمقاولين الآن ما يقدرون، وإحنا ما نعرف الكوزارة إحنا شو نسوي. اتصدى ذكرت أنا ذاك اليوم الدكتور حسين الشهرستاني اللي هو نائب رئيس الوزراء، قال يا بقى أنا ترى هاي القضية أنا أعرفها. قال هذا المشروع مشروع 200 مليون دولار، هذا المشروع دفع 20% كسلفة أولية، وهذه السلفة الأولية أخذتها شركة غير رصينة، وكل المبلغ اللي أخذتها دفعتها مرتلخ عمولة. ما قال المن عمولة، بس طبعا هو بطريقة غير مباشرة يشير إلى الوزير يعني، بس ما ذكر حتى أكون أنا شاهد حق، ما ذكر اسم أي شخص، قال دفعت كعمولة. زين، وبعدين بالنهاية الشركات جتي ما دفع لها أي 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 سلفة تشغيلية. من يعني ماخذين 20%؟ 20% اعتبرتهم ماخذين 20%، اشتغلوا مثلا 5-10% ما يقدرون يكملون، قسم أخذوا فوائد، أخذوا قروض من البنوك، ما وصلوا لل 20%. زين زين، هذه القضية والآن دي يذكرها شو اسمه نائب رئيس الوزراء في مجلس الوزراء مع حضور كل الوزراء مع حضور رئيس الوزراء. زين، ولا يؤخذ أي إجراء ولا أي شيء يعني، وبس مجرد أنه كان شيئا لم يكن. جاوب السيد رئيس الوزراء المالكي قال له يا أبي شو اسمه خلص من يكملون 20% ذاك الوقت يلا تدفعوا لهم مثل القانون مثل ما يقول القانون. زين، أنا طبعا هذه حقيقة أنا انصدمت صدمة جدا كبيرة، لأنه الحد الأدنى يجب أن يصير بها تحقيق، يفتح بها تحقيق، من هو تعال، من هو هذا الوزير، وزير قد مو الوزير مسؤول، قد شخص آخر بالوزارة، قد الشركة اللي هي هاي الغير رصينة اللي جابوها قد هي مسؤولة، يجب أن يفتح بها تحقيق. يعني هو العقد مال مدارس، بناء مدارس.